المشاهدين لمتابعة تطورات المشهد في فلسطين المحتلة مع استمرار الاحتلال حرب تجويع قطاع غزة في ظل مباحثات أيضا لاتفاق التبادل للمحتجزين. معنا عبر سكايب من اسطنبول عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني بشار شلبي. مرحبا بكم أستاذ بشار معنا. حياك الله. حياكم الله. أيضا نرحب بضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث في مركز أبعاد للدراسات سيد إياد جبر. مرحبا بك أيضا أستاذ إياد جبر. أهلا وسهلا حياكم الله. حياكم الله. أبدأ منك أستاذ بشار. إذا في اليوم 59 بعد 100 للعدوان على غزة، طبعا يواصل كما تعلمون جيش الاحتلال هذه الانتهاكات والاعتداءات على الفلسطينيين بغارات في مناطق متفرقة بالتوازي أيضا مع حرب تجويع باتت ممنهجة واضحة للمدنيين لا تفرق بين طفل وشاب. يعني ما مدى تأثير هذا القصف وحرب التجويع هذه في على الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية؟ تحياتي لك ولضيفك الكريم والتحية للمشاهدين الأعزاء وتحياتنا إلى شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الصابر، ونسأل الله أن يكون هذا الشهر شهر فتح وبركة ونصر. آمين. هذه المعركة الإجرامية وهذه الحرب الشنيعة الوحشية التي يقودها متوحشون بأثواب بشر منذ 160 يوم وهم يدورون حول أنفسهم بحجة تحقيق أهداف وهمية لا يمكن أن يحققوها، ثم تكون النتيجة باستمرار مجازر إضافية وباستمرار تدمير وهدم، حتى بات الهدف الحقيقي واضحا لكل العالم، للمؤيدين للفلسطينيين ولغير المؤيدين، للسياسيين وللنخب وللقوى الشعبية في العالم كله، أصبح الهدف واضح: تدمير ممنهج لقطاع غزة، قتل للإنسان، جرائم إبادة، تحويل قطاع غزة إلى قطعة غير صالحة للحياة على الإطلاق، وبكل الأحوال استمرار المعركة إلى أطول فترة ممكنة ما دام لا يوجد ضغوط على هذا الكيان كافية لوقف إطلاق النار، وما دامت المظلة الأمريكية تحمي هذا الاحتلال من أي قرار حتى في مجلس الأمن أو غير مجلس الأمن، وما دام الجسر الجوي للأسلحة والذخائر التي تنهال على رؤوس أهلنا في قطاع غزة مستمرة من أمريكا رغم كل الكذب والادعاء المتعلق بحاجة أمريكا إلى وقف إطلاق نار ويعني حالة إنقاذ إنسانية لقطاع غزة. هذه الصورة هي الحقيقة، مجازر مستمرة لم تتوقف، وأوهام في أهداف معينة أيضا لم تتحقق على الإطلاق. هذه الصورة التي يعيشها الناس في قطاع غزة أمام عجز دولي، أمام فشل في المنظومة الدولية كاملة، وأمام فشل أيضا للمنظومة العربية الرسمية من أن توقف هذا العدوان، من أن توصل ما يحتاجه أهالي قطاع غزة من المدنيين العزل، من الأطفال، من المستشفيات، من النساء للحاجات الرئيسية. هذه هي الصورة الحقيقية التي نشهدها اليوم والتي ترتسم على قطاع غزة في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. أيضا أستاذ إياد جبر، فيما يتعلق بالمجتمع الدولي على المستوى الرسمي، هل تعتقد أن أوروبا والغرب عموما ربما بدأ يصحو قليلا في ظل هذه التصريحات التي نسمعها، التصريحات الرسمية تجاه موقفه بخصوص الوضع الإنساني في غزة؟ حياكم الله جميعا، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة الشهر الفضيل، ونسأل الله العلي القدير أن يرحم شهداءنا في قطاع غزة ويفرج عنهم، وتحياتي لكم جميعا وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. بداية، المجتمع الدولي والأطراف الدولية ومواقفها الرسمية تجاه قطاع غزة لا تعبر بشكل مطلق عن ما تفعله عمليا، بمعنى أن الإدارة الأمريكية على سبيل المثال كونها عنصر أساس في هذه الحرب على قطاع غزة
في الوقت الذي تتحدث فيه عن جسر جوي وتتحدث فيه عن ميناء عائم في غرب مدينة غزة، هي تنفذ في الحقيقة رؤية اليمين الديني أو اليمين المتطرف الذي يقود الحكومة في الكيان الصهيوني، خاصة وأن مسألة الميناء العائم هي فكرة نتنياهو القديمة، أو في بداية هذا الصراع أو في بداية هذا العدوان على قطاع غزة كان نتنياهو قد تحدث بشكل واضح عن إدارة محلية أو حكومة محلية في قطاع غزة، ويتواصل الجيش الاحتلال خلال الأيام والأسابيع الماضية مع العديد من العائلات الفلسطينية أملا في إزاحة الحكم حماس في قطاع غزة، ليس فقط إضعاف المقاومة وإنما أيضا التواصل مع العائلات، هذا التواصل يأتي أيضا بالتزامن مع فكرة الإنشاء الميناء العائم الذي تحدث فيه بايدن. بايدن هنا أراد أن يحقق أهداف سياسية على مستوى الانتخابات الداخلية، ونحن في عام الانتخابات، لأنه أراد أن يقول للشعب الأمريكي ولأنصاره أنه بدأ يتحدث في الشأن الإنساني، ويتحدث من وقت إلى آخر عن الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة. هنا يريد أن يستغل دماء أهالي سكان قطاع غزة التي قتلتها آلة الحرب الإسرائيلية والقنابل والقذائف والصواريخ والطائرات الأمريكية، نعم من أجل أن يحقق مكاسب سياسية على حساب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في الوقت الذي هو في الحقيقة ينفذ رؤية نتنياهو ورؤية اليمين المتطرف في الكيان، لأنه هنا بداية هو ما زال مستمر يتحدث من وقت إلى آخر عن القضاء على المقاومة، ثم يتحدث عن بعد إنساني في الوقت الذي أيضا يتحدث عن دولة فلسطينية، يعني الإدارة نعم الأمريكية هذا الموقف للأطراف. المتطرف أستاذ إياد جبر، اسمح لي أن أسأل أيضا أستاذ بشار بشأن المواقف الدولية الضاغطة على موقف نتنياهو المتطرف كما وصفه أستاذ إياد قبل قليل. هناك من يرى أن الميناء العائم على شواطئ غزة والذي طرحه بايدن للتنفيذ، هناك من يرى أنه تحول للموقف الأمريكي ضد حكومة نتنياهو، وإن كان يأتي هذا التحول بعد أكثر من 5 أشهر من بدء العدوان، ما رأيكم؟ يعني هذا جزء من الصورة وهو صحيح، لأنه لا بد أن نلحظ أن مستوى العلاقة بين بايدن ونتنياهو وصل إلى منحدر واضح أنه غير قابل للترميم على الإطلاق، وأنه أصبح نتنياهو يتعالى على بايدن، وكما يقولون في الإعلام الأمريكي أصبح الكلب الذي يعض يد صاحب وبشكل واضح. وهذا أدى إلى يعني هذا المستوى من العلاقة المتأزمة أدى إلى أن تتدخل الولايات المتحدة في الضغط بصور مباشرة وغير مباشرة، وآخرها كما رأينا ما يتعلق باستضافة بني جانس بعيدا عن نتنياهو والحديث معه متجاوزين نتنياهو، ثم قرار الاستخبارات الأمريكية الذي يشير إلى احتمالية كبيرة لفقدان نتنياهو إلى موقع رئيس الوزراء إلى غير هذا صحيح. ولكن في المقابل أيضا لابد أن نلحظ أن الأنجهية التي يتحدث بها نتنياهو وتجاوز لكل العالم، ليس فقط للإدارة الأمريكية ولأمريكا، هو لا يرى العالم كله، اليمين المتطرف أو اليمين الأشد تطرفا اللي بيحتمي فيه نتنياهو والمتمثل بسموتريتش وبن غفير، هذا الذي لا يرى العالم على الإطلاق وينظر للبشر أنهم جويين، وهو ينطلق من مفهوم شعب الله المختار الذي يعلو فوق كل الشعوب، العنصرية المقيتة، هذه الوحشية الملبسة بلباس توراتي خادع وكاذب، أصبحت يعني عبء على العالم. العالم لم يعد يحتمل الخطاب النازي الصهيوني العنصري على الإطلاق، فضلا عن أن العالم أيضا بدأ يضيق ذرعا بهذا المستوى من الوحشية ومن استهداف الأبرياء ومن قتلهم دون تحقيق أهداف على الأرض. يعني العالم أعطى نتنياهو فرصة بالشهر الأول وبالشهر الثاني وبالشهر الثالث، وأمريكا متفقة تماما مع نتنياهو في أهداف القضاء على حركة حماس وإنهاء حكمها العسكري والمدني والسياسي، أي وجود لحركة حماس هي لا تريده، وفرضت على العالم روايتها نفسها اللي بتتهم فيها حماس بالشكل الظالم والكاذب في ما جرى من انتهاكات مزعومة في 7 أكتوبر. كل هذا لم يؤدي إلى أن نتنياهو يتجاوب مع المطالب الدولية والمطالب الأمريكية في أن يوائم بين جرائمه من جهة وبين الجوانب الإنسانية من جهة أخرى. هو
يعتمد على هذه الرؤية اليمينية المتطرفة أنه لا يوجد أبرياء في غزة ولا يوجد حواجز وخطوط حمر على الإطلاق، هو يستند إلى الوحشية التي يتمترس خلف كل المجتمع الصهيوني اليوم، و 80% أو أكثر ربما يصل إلى 90% من المجتمع الصهيوني يؤيد استمرار الحرب ويؤيد قتل الناس في قطاع غزة بغض النظر عن أعمارهم وبغض النظر عن أجناسهم وبغض النظر عن يعني مستوى انخراطهم في الحالة المقاومة أو ابتعادهم عنها على الإطلاق. هذه الصورة أدت إلى أن العالم يضيق ذرعا بنتنياهو ويتجه فعلا إلى وسائل من وسائل ضغط مختلفة. وبالتالي أنا أقول أن هذا المستوى من العنجهية والعنصرية والإجرام والوحشية والخطاب المتطرف جدا سيجعل من الكيان الصهيوني ربما ليس اليوم ولكن قريبا جدا سيجعل منه غريبا ومعزولا تماما ومرفوضا من المجتمع الدولي. قد يأخذ وقت ما، لكن نحن نسير في هذه الطريق لأنه لا يمكن احتمال هذا المستوى من الخطاب ومن الجرائم على الأرض التي يقوم بها نتنياهو وجيشه المكسور منذ السابع من أكتوبر. أيضا أستاذ يا جبر، وسط الحديث عن هذه الضغوط أيضا يكثر الحديث عن جهود إيقاف الحرب حتى الآن، ولكن في الوقت الذي تتحدث فيه واشنطن عن هذه الجهود الحثيثة لإيقاف إطلاق النار، لكن نرى أن المقاومة يعني تنفي تلقي أي عرض دولي واضح لإيقاف النار إطلاق النار ممتد في غزة. كيف تصف ذلك ولماذا يتم الترويج عن هذه الجهود وأنها باتت وشيكة في حين نرى المقاومة تنفي تلقيها أي عرض بشأن ذلك؟ دعني أختلف مع ضيفك الكريم فيما يتعلق بالعلاقة بين حكومة نتنياهو الأكثر تطرفا وإدارة الديمقراطي بايدن. أنا أعتقد أنه الخلاف بينهما هو خلاف شكلي على كيفية قتل الفلسطينيين وليس خلاف موضوعي أو خلاف جذري يتعلق بطبيعة العلاقة بين الاحتلال والشعب الفلسطيني أو القضية الفلسطينية، لأنه بداية هناك نقطة مهمة أنه الإدارة الأمريكية الآن تتبنى محطة نتنياهو فيما يتعلق بالميناء العائم، وهذا الميناء هو يأتي على عكس تماما، يعني هي تفعل عكس ما تقول، بمعنى أنها كانت تتحدث في الأشهر الأولى لهذا الحرب على قطاع غزة عن دولة فلسطينية والعودة إلى مسار عملية السلام، مسار أوسلو 1993، في حين أن هذا الميناء العائم المؤقت حتى هو يرتبط جغرافيا بالطريق أو الممر الذي قام الاحتلال بإنشائه من شرق غزة إلى غربها في منطقة وادي غزة تحديدا، وهذا يعني أن الاحتلال الصهيوني سيكون مسيطرا على هذه المنطقة من الناحية الأمنية. في نفس الوقت هذا الميناء هو يعني يستبعد المعابر البرية الأخرى سواء كان معبر رفح أو معبر كرم أبو سالم، ومعنى ذلك أن الاحتلال يكون فعليا قد فصل العلاقة بين قطاع غزة والضفة الغربية، فبالتالي هنا استبعد فكرة أو قيام دولة فلسطينية. هذا ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك في الحرب على قطاع غزة وفي نفس الوقت تشارك في عدم الإبقاء على أي حلم للشعب الفلسطيني في إقامة دولته، فبالتالي الضغوط الأمريكية التي يجري الحديث عنها فيما يتعلق بوقف الحرب على قطاع غزة هذه ضغوط غير صحيحة. هنالك حديث على مستوى المقاومة، المقاومة لديها قناعة وقيادة المقاومة لديها قناعة أن الإدارة الأمريكية لو أرادت أن توقف الحرب في أي لحظة تستطيع، لكنها لا تريد أن إيقاف هذه الحرب لأن الرؤية السياسية والموقف السياسي الصهيوني ينسجم بشكل كبير مع الرؤية السياسية الأمريكية في تلك العلاقة مع المقاومة الفلسطينية. كلا الطرفين، كلا الموقفين يريدان يسعيان إلى القضاء على المقاومة في قطاع غزة، وما تفعله إسرائيل والاحتلال الصهيوني في قطاع غزة الآن من إبادة جماعية وتجويع السكان هو القضاء على كل مقومات الحياة في قطاع غزة، أملا في دفع الفلسطينيين إلى الذهاب إلى جنوب مدينة قطاع أو إلى جنوب قطاع غزة، خاصة وأن هنالك الكثير من التقارير وهنالك الكثير من التسريبات أشارت إلى يعني أمور مخيفة في القطاع يخططها الاحتلال والإدارة ومعرفة الإدارة الأمريكية، وللأسف الشديد بمشاركة الإقليم. هنالك حديث مؤخرا قبل ساعات أو قبل أيام قليلة عن تشكيل قوات أمنية تابعة لأجهزة أمنية معينة ضد الحكومة في قطاع غزة، وهنالك حديث عن
محاولة إضعاف المقاومة وإشراك جماعات وإشراك أطراف استعدادات لما بعد الحرب. نعم أستاذ إياد. وإشراك عائلات لمرحلة ما بعد الحرب على قطاع غزة. كل هذه الأمور نعم لا توحي بأن هنالك مساعي لوقف إطلاق النار، خاصة وأنه اليوم الحكومة الكنيسة الصهيوني، البرلمان أو الكنيسة الصهيوني صوت بنسبة 62 مقابل من 120 صوت صوتوا لإقرار الميزانية، وهذا معناه أن الحكومة الصهيونية، حكومة نتنياهو، ما تزال في طريقها قادرة على الاستمرار في هذه الحرب، نعم لأنه واضح أستاذ إياد. الأغلبية تدعم هذه الحرب. نعم أيضا جدعون سعار مثلا انسحب من التحالف مع جانتس، وهذا بالتالي أضعف الجبهة التي كان الناس أو المحللين يعولون عليه ويقولون أن جانتس يكون هو ضد نتنياهو ويمكنه أن يقود الحكومة مستقبلا، لكن نتنياهو بدوري أنقل أستاذ إياد، عفوا المقاطعة، نعم. أنقل هذه التصورات لأستاذ بشار شلبي. إذا في المجمل يعني كما قال الأستاذ إياد بأن الضغوط الأمريكية هي غير حقيقية وهي مخادعة، وأيضا ما جاء في صحيفة نيويورك تايمز أستاذ بشار نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن خلافا بين واشنطن وحكومة نتنياهو يتعلق باليوم التالي لما بعد الحرب على غزة. كيف يمكن فهم نقاط الخلاف هذه بين الأمريكيين والصهاينة في ظل الدعم غير المسبوق الذي تفضل بذكره أستاذ إياد لهذه الحكومة المتطرفة؟ لا يوجد أي شك في أن الولايات المتحدة ليس داعم الكيان الصهيوني، هي شريكة في الجريمة، وهذا من النقطة الأولى عندما تبنت الرواية الصهيونية فيما حدث في يوم 7 أكتوبر وعممتها على العالم وأجبرت العالم أو حاولت أن تجبر العالم ليتحدث بنفس اللغة وعلى نفس النغمة تماما. هذا لا يوجد هناك يعني من يختلف على هذا التوصيف على الإطلاق، لكن عند قراءة العلاقة الأمريكية الصهيونية اليوم لابد أن نميز بين مستويين. المستوى الأول متعلق بالحكومات، يعني حكومة الديمقراطيين في أمريكا برئاسة بايدن وحكومة الصهاينة الأكثر تطرفاً برئاسة المجرم نتنياهو، هذا مستوى، وهذا المستوى واضح أنه في تباينات. الآن هذه التباينات قد تكون متعلقة في اليوم التالي، قد تكون متعلقة في الرؤية الأمريكية التي تحاول أن يعني تمرر مفهوم دولة فلسطينية بغض النظر عن حقيقتها، بعكس اليمين المتطرف الذي يرفض أصلاً نقاش فكرة الدولة الفلسطينية حتى لو كانت على شكل بلديات موسعة أو غير موسعة. هذا في خلاف، واضح أنه هذا في خلاف. موضوع الاستيطان، الإدارة الديمقراطية تحاول أن يعني توصل رسائل، قبل فترة احنا نعرف أنها فرضت عقوبات على 4 من المستوطنين بحجة كذا وكذا وكذا وكذا. صحيح أنه هذا مرتبط أيضا بالضغوط اللي بيواجهها بايدن في سنة الانتخابات، وهي السنة الشديدة جدا عليه، هذا واضح. هذا المستوى لا يمكن تجاوزه، أنه في أزمة بين نتنياهو وبايدن. كل الذين يتابعون إذا على العموم أستاذ بشار شلبي عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعب الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. كذلك أشكر ضيفي عبر الهاتف من إسطنبول الأستاذ إياد جبر، الباحث في مركز أبعاد للدراسات.